قال لي لا في تقريبا انت مقدم على طلب ان احنا نبعت لك اكل. قلت له انا ما قدمتش ولا اتصلت. فشوفوا مدى الاهتمام لغايه فين، انهم بيتصلوا على الناس يبعتوا لهم اكل عشان ما يخرجوش من البيت، وربنا يا رب يجي معاهم جواهم ويعيشوا في بلد وربنا يا رب. صباح الخير. الله يحفظ العام والوطن بخير. انا فلسطيني لكن انا سعودي. انا مواليد البلد هذا. ابو احمد يقول 25 سنه، انا 49 سنه. انا ما اعتبر نفسي بصراحه فلسطيني، انا فلسطيني في الاسم، انا عمري ما دخلت فلسطين. لكن انا ولد البلد هذا. انا عشت هنا، تربيت هنا، اخواني كلهم ولد هنا. الوالد كان من المؤسسين الله يرحمه بنى اجيال. يعني انا اذكر قصه قبل فتره اعطاهم في لما سمع بس واحد من الخبراء سمع بس ايش يقرا 21 صوت وابوي درس. احنا فعلا ننتمي لهذا البلد، هذه بلدنا، نحتفل باحتفالاتنا ونعيش معاهم، لان فعلا احنا عشنا في هذا البلد احلى ايام عمرنا. انا فعلا اتمنى ان شاء الله تديم علينا حاله واحده في البلد، وفعلا ما حد شافها، اللي ما جرب يعيش في دول فيها مشاكل. احنا الحمد لله هنا الامن والامان موجود، الله لك الحمد، فعلا الله يديمه علينا في هذه النعمه. والله يشيل الكورونا ويرفع الكورونا والبلاء عنا وعن جميع المسلمين والعالمين، لانه فعلا بلاء ادى ناس كثيره. نسال الله ان يرفع عن الجميع ودعاموا الوطن بخير، ودعاموا ملكنا بخير، ودعاموا ولي العهد بخير، ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله. طبعا انا جيت في البلد عمر 20 سنه. مواليد الكويت، طبعا عشت في الكويت نص عمري تقريبا، في السعوديه النصف الاخر، وشوي سنين متفرقه عشت بين الاردن والامارات. لم اجد صراحه محبه واحترام وتقدير مثل ما وجدت في الشعب السوري. عشت 20 سنه كنا اصحاب على الحلم والمره. اتمنى انه رب العالمين يحفظ هاي البلد ويديم عليها الخير والنعمه والامان. شكرا جزيلا لك. طيب اعددنا مائده بسيطه تبغاك تتفضلوا عليها، ولكن بعد هنا مباشره في بعض الهدايا الرمزيه موجوده عند البوابه، وفي لوحه كبيره، اللوحه هذه نبغى نتمنى من كل من هو موجود هنا انه يشاركنا بكلمه واحده نكتبها بخط يده، حتتصور وحتثبت معنا وحننزلها في موقعنا الرسمي وحننزلها في اللينكدين. وعليه اتمنى بعد الفطور كلنا بشكل مباشر نتوجه لهناك ناخذ الهديه العينيه ونوقع. بس قبل كذا نبغى نقطع الكيكه، فنبغى نقرب شوي. تفضل تفضل تفضل، مهمه حتى القمه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لك. بسم الله الرحمن الرحيم.